السلام عليكم ورحمة الله. نكمل مع بعض أحكام التجويد اللي في سورة القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كذب وتولى. ولكن كذب، هنا النون الساكنة ورا حرف الكاف، هنا هيبقى فيها إخفاء. وتولى، وقف بالمد الألف الطبيعي. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ثم الثاء من الحروف اللثوية اللي بخرج فيها طرف اللسان، والميم المشددة غنة بمقدار حركتين، يعني أقول ثم وما أعملش، ما جيبش مد بعد الميم، ما أقولش ثم ذهب، لأ أقول ثم ذهب إلى، هنا مد 4 حركات، ده مد جائز منفصل. أهله، حرف الهاء هنا من حروف الهمس، وخلي بالي إن حرف الهاء في القرآن دايما بيبقى ضعيف، فأقول أهله، وبعد الهاء المكسورة دي في وراها علامة كده، دي اسمها، ده مد طبيعي صلة صغرى بتمد حركتين. أقول أهله يتمطى، يتا، وخلي بالي من الحرف الميم علشان حرف الميم مرقق وراه حرف الطاء مفخم، فما اقولش يتمطى ما، لا اقول يتما، يتمطى يتمطى. اولى لك فاولى، اهم حاجة في القرآن ان انا ادي كل حرف حقه. هنا الحرف المفتوح اخليه مفتوح واديله حقه وزمنه، والحرف المكسور والحرف المضموم. ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان، أيحسب، حرف الحاء من حروف الهمس، أقول أيحسب الإنسان، النون الساكنة وراها حرف السين هتبقى فيها غنة إخفاء، وغنة الإخفاء هنا هتبقى مرققة. ليه؟ لأن حرف السين مرقق، لأن غنة الإخفاء بتتبع ما بعدها من حيث التفخيم والترقيق. يعني لو الحرف اللي عندي بعد النون الساكنة حرف مفخم هفخم الغنة، حرف مرقق هرقق الغنة لما يكون في حروف الإخفاء. هنا أقول الإنسان، أي يترك سدى، النون الساكنة وراها ياء هتبقى هنا فيها إدغام بغنة. أي يترك، حرف التاء، حرف التاء هنا ساكن فهعمل فيه همسة، أقول يت، يترك سدى. ألم يكن نطفة، حرف الطاء مقلقل عشان هو ساكن وتنوين ورا حرف الميم، هنا هيبقى فيها إدغام بغنة. نطفة مم، وبرضو نون ساكنة وراها الميم فيها إدغام بغنة، وتنوين وراه حرف الياء هيبقى فيها إدغام بغنة. أقولها إزاي بقى الآية؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى. علقة هنا تنوين وراه حرف الفاء هيبقى فيها إخفاء، وأقول فخلق، فخلق لا، ما أقولش لا فخلق، لا أقول فخلق، فخلق فسوى، الواو اللي هي المشددة معناها إن هي حرفين، فأقول فسوى. فجعل منه، النون الساكنة وراء حرف الهاء هنا هيبقى فيها إظهار، هظهر النون الساكنة، أقول منه لما يجي وراء حرف الهاء. الزوجين، من الهاء على طول لحرف الزين، الزوجين، وحرف والنون مكسورة، الزوجين، وبرضو من النون المكسورة لحرف الذال، أو الزوجين الذكر، الذا، الذكر والأنثى، النون الساكنة وراء حرف الثاء هيبقى فيها إخفاء. أليس ذلك بقادر على، تنوين وراء حرف العين إظهار، على، مد 4 حركات، ده مد جائز منفصل. أي يحيي الموتى، أي يحيي، ده فيها